واقع انا مزدين عليا بزاف. انا ما عرفتش شنو واقع ليا، ما عرفتش، ما فهمتش، اتعدوا بزاف. انا الجزاء ديالي انني يا سيدي قررت انا امراه مستثمره مقاوله من التسعينات وانا كنجري دايره مقاوله وكنخدم انا وراجلي. راجلي جاك مالي راه رمسي مريض بالقلب، جاتو ازمه قلبيه، راه هو داك تيموت فرنسي. تجمعنا جا خدمنا درنا شركه كنخدموا في الكهرباء، عندنا دي ريفيرونس اللي المغرب كله شاهد بهم وخارج المغرب خدمنا. درنا من بعد قال لك جاو جات البنك الشعبي قالت لك اه كاين مشروع استثمار، الدوله كتبون لك 500 مليون كتعطيها لك هديه، غيجي بالفكره واجي تخدم. قلنا امين. قال لك شرينا الارض حنا، عطاونا هما 20%، البنكه سلفتنا 60%، عطاتنا مليار ونص. درنا المجهود الكبير، وقفنا المشروع، خدمنا في الاخر ملي وقعوا مشاكل كثيره. راه ما ساهلش الاستثمار، ما ساهلش في بوقعه باش تقول غتبني. كاينه في المنطقه الصناعيه ديال بوزنيقه، واحد المنطقه من زعما ارفع المناطق ديال المغرب. كندير حنايا كنديروا الكهرباء، كنصنعوا لي زارموار الكتريك. خدمنا بزاف، خدمنا يعني المهم ملي خرجنا لوتوريزاسيون باش نكسبلواتيو البنكا انو زافيغويي، حبسات لينا كل شيء، سيزات لينا كل شيء، حبسات كل شيء. فين ما كنجيبوا لها شي حل كترفضوا. توصلوا انهم قال لك بغاو يبيعوا في المزاد العالمي. علاش بغاو يبيعوا؟ قال لك حيت بغاو. دابا مشكله كبيره، وكيقول لك الكنازه قايمه والميت فار. دابا واحد المتمردين ديال واحد العمال، واحد الكلاب اللي ناضوا قال لك درت لهم انا الطرد التعسفي، ما عمري درته. مشاو جابوا مفوض داروا هذاك المهم والاجراءات وكتيبه اللي حتى هي خانت الامانه، محامي خان الامانه. مشاو حتى وصلوا خداو بن سليمان، خداو الحكم الاول. ما علاش حتى انايا كنفيق داك الساعه مشينا لكوت ديفوار، جبنا مارشي، خدمنا، دخلنا الدوفيز للبلاد. من بعد جا وقال لك راه بلاتي غادي نديروا لك البنكا سيزات، دفعات الدوسي كونتونسيو، كنجيبوا الحلول ما بغاتش. ليكيبمون كيدير هنايا جوج المليار، كله جايبينهم فرنسا، جايبينهم الطاليان، جايبين واحد شي حاجه تقنيه ما كايناش في المغرب. عوالين باش نخدموا في لافريك وغنخدموا هنايا. مفوض قضائي بمدينه بن سليمان وجا كينفذ عليا، جاب ليا هذه ثالث مره كيجيب ليا القوى العموميه، دارها باش يدير الحجز، دارها باش يدير البيع في المزاد العالمي، دارها دابا باش يهز ليا الماتيريال، دار خبره كاذبه كاذبه. واش عباد الله ماتيريال دار له؟ كاين جوج المليار، دار لي 140 مليون. وانا يا معلى القاضي عطاني خبره مضاده وجدتها اللي دار فيها مليار و900 مليون. كتهم السيد بالزوير؟ كنتهمو بالزوير، كنتهمو بكاع الاتهامات، لان تعداو عليا. وجاي دابا اليوم كيخرج ليا هكاك دولمان، وانا جايبه الخبره ومشيت للمحكمه وكنحطها، تنقول لهم اسيدي ودايره شكايات في الرئاسه النيابه العامه، المجلس الاعلى للقضاة، عند وزير العدل، حقوق الانسان، تنقول لهم انا المشروع ما درتش خسر باش نسكن فيه، درت باش نخدم عمال باش يخدموا الناس كاملين، عاونوني الا بغات تخصني غير شويه السيوله، لان لا تكنيك الا توجور لا، راجلي باقي قادر باش يخدم، هو اللي خدم من قبل وانايا باقا خدامه. باش دابا كتشوف هذا الشيء كيمشي دم، انا يا 30 دمي غادي هنايا، علاش؟ علاش؟ حرام. الحلول كاينه واكفت من ذلك. تصور البنك، البنك الشعبي اللي هو راهن هذا الماتيريال، راهنوا ب 850 مليون، عطى الموافقه، عطى الموافقه لهذا المفوض وقال لي بيه 100 مليون، اش غيستافد؟ ودابا تا هاد العمال غي هاد 100 مليون غتمشي للخزينه ديال المحكمه. العمال ما غياخذوش الفوائد، غياخذوا ما كيطالبوا بشهرين ديال الاجره. صافي وكل شيء تخرب. ودابا هاد القوى العموميه سيدي كتقول لك حل ولا كتقول لك فرع. شوف هما فرعوا وخلاو لي هاد الشيء هكا، شنو زعما حرام؟ وانا يا المشروع زعما دايره في عيني كنجري فيه باقا. دابا الان انا قال يلا صبت المستثمرين اللي باقين جاو كيشوفوا، قال لك حنا غندخلوا معاك غنسولديو البنكا وهادشي غيخدم. كل الناس شحال هما بقاو اللي كيقول لك طامع فيا، باغي الارض، باغي البني، باغي هذا. دابا هادو جاو وشي هذا الاصل، جزء من الاصل التجاري، هذا القلب ديال هذا المشروع كله، باش غيتم خارج بهذه الطريقه
راه حرام. واش حنا عباد الله في العراق؟ واش في سوريا؟ واش في ليبيا؟ ما فهمتش انا. دابا الان شنو كيديروا دابا الداخل؟ كيهزوا كيهزوا. دابا قال لك اسيدي جابوا القوه العموميه والبيع داز، والبيع داز في حاله كل هذا الزوير، كل كذوب، كل هذاك الشيء ما عنده حتى راس من رجلين. المشتري هذا السيد كيسميوه هنايا اللي جا المتقي، وهذا السيد عنده نفس لاكتيفيتي، عنده هاد لي ماشين وعارف لا فالور ديالهم شحال هي، عارف شحال تتسوى، وجا كيقول لك غيدي ماكينه ب 500 مليون غيديها ب 60 مليون. واش هادشي حرام؟ واش هادشي حق؟ واش هادشي حق؟ وجاينا سيدي فينا هو التعدي؟ انا مراه بوحدي، راجلي مريض مليوح، انا جايين هادشي دايرين عليا التعدو، جاي المقدم، جاي القايد، جاي العميد، جاي الشرطه، جايين هادشي. واش فين حنا؟ جايبين لي الشرطه تعيالات، اش غندير؟ جيتي ديفون هاد لو فيت اكومبلي، جايه كنحل. انا ما بقى لي غير صوتي كنغوت به، ما بقات لي حتى شي حاجه. انا من هنا يا اما نموت، اما نمشي ننتحر، اما نمشي للسبيطار. عباد الله انا ضحيه، انا ضحيه ديال شي حاجه اللي بغيت ندير مشروع يستافد منه البلاد، يستافدوا. سيدنا اللي قال لك نموذج تنموي للمراه، التقت بهذا اليقين، والدوله ملي عاونت ب 500 مليون فرحت وقلت انا هذا المشروع غيزيد القدام، ومشروع ناجح ناجح، لان شي حاجه الكهرباء راه بحالها بحال الخبز، ما كيمكنش توقف، ما يمكنش توقف. باش هما دابا يجي يقول لك السبه ديال ما عنديش فون درولمون، حتى الكليان ملي غيقول لي هاك الخدمه باش غنخدم سيزا. ودابا استغلوا الظرف ديال هاد العمال باش يدوزوا من داك الوجه، لان البنكه كو كان عندها الوجه عندها حكم، عندها حكم 850 مليون تجي تنفذوه. انا ما ضدهاش تبيعوا تاخذ، تمشي بداك 850 انا مستعده تاخذ حقها وتعطي العمال وتجي تكمل بشي لاخر. ولكن انا كنغوت، علاش غادي يمشي ليا هاد الشيء ب 100 مليون؟ علاش؟ واش عباد الله واش انت احمد؟ انا فاطمه، هذيك بقره، هذاك باب، غادي نكذبوا فيها؟ واش شي حاجه اللي باينه حق؟ ثمن بخس بخس، ولا تبخسوا الناس اشياءهم. ويقول لك شكون المستفيد؟ دابا بغيت نعرف شكون المستفيد. واش البركه عطاله على 100 مليون؟ واش هي ردات لينا؟ وباقى القضايا جاريه في المحكمه، وجاريه. انا قاومت ما بغيتش ندير التسويه القضائيه، كنقول خليني غادي نخرج هكا، لان باش غادي عارف راسي غادي نخدم وعندي حل. كانت قضائي نهائي ولا دابا هو نهائي؟ هو اجا كيقول لك تيسلم، وانايا انا في المده، لان الخبير اللي عين ليا السيد القاضي الجاحظ بن سليمان المنفذ، خبير عنده 86 عام، راه بحال البيضه. ولكن قم للمعلم او فيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا. راه انسان ونعم اللي باقي عنده عاطيه الله القوه باش دار الخبره، وهو متيقن من نفسه. وهي اللي جبت وقلت لي ها هي دي، ها انت سيدي حكم دابا سيدي القاضي. يمكن كان بامكانه ياجل البيع حتى تجي الخبره، لان هذا الشيء ما فيه موت، ما فيه عماق، ما فيه حتى حاجه. فلوس شنو الفائده اللي غتدخل لصندوق المحكمه؟ و100 مليون فوق هذا الشيء جبنا المتزايد، لا هو عطى 140، حنايا زدنا السدوس زدنا 25 مليون رفضها، درنا صعوبة تنفيذ رفضها، درنا إيقاف تنفيذ، شرحنا كاع المساطير، حتى حاجة ما تقبلات، حتى حاجة. علاش علاش علاش؟ أنا شنو الغاية؟ شكون المستفيد في هذا الشيء؟ لأنني أنا مرأة وهنا وبغاو يقضيو عليا، بغاو يحيدوني من هذه البلاصة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.